دعا الرئيس البرازيلي لويس إنياسيو لولا دي سلافا الثلاثاء إلى عدم عزل إيران المهددة بعقوبات دولية جديدة بسبب برنامجها النووي، وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المكسيكي كالديرون في خضم قمة جمعت 32 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي من في مدينة كانكون بجنوب شرقي المكسيك، السلام العالمي لا يقوم على عزل أيا كان.